فتح من القفص. طيب في المعمل عموما في الاربع مربع المعمل هنستخدم جهاز اسمه هيدريك بنش. الهيدريك بنش هو الترابيزه اللي احنا بنستخدم فيها التجارب بتاعتنا. طيب في كل التجارب الاربعه هتلاقي الجهاز اللي هو الايه او الترابيزه بتاعتك الصفراء او البرتقالي من فوق. طيب الهيدريك بنش ايه لازمتها؟ بدل ما نجيب حرفيه ونلغوص نفسنا بقى ومواسير وبتاع، لا هو الموضوع ده خلاص الفيتنج بتاع الموضوع ده متظبط بحيث ان هو يسبورت المايه بتاعتنا نستخدمها في التجربه وبعد كده نطلق المايه في الايه في التاج. الموضوع كله سيركليتد، يعني ايه مفيش ولا ميه بتجينا من بره ولا بنطلق ميه من عندنا لبره. بحيث احنا عندنا بالظبط او عندنا في تانك داخلي بنسحب منه بامب ستيشن او بامب المضخه هنا تطلع لي الميه فوق في التجربه استخدمها، تروح مدخله لي في التانك الداخلي ده، التانك ده تروح منزله لي جوه في الايه؟ التانك اللي جوه الهيدروليك بنش. فاحنا عندنا تانك داخلي يطلع الميه استخدمها في تجربه، طلعه لي بره في التانك بتاعي اللي بره اللي باين بالنسبه لي ده، وبعد كده دخلوا لي جوه بالايه؟ الفتحه بالسنك هنا، عندي هنا في سداده وعندي في فتحه او عندي في اللي هو بلاعه مفروض بتنزل لي المايه من التانك اللي ظاهر بالنسبه لي للتانك اللي مستخبي جوه الهيدروليك بنش بالظبط. فانا بس مجرد ما استخدم المايه بعد كده بدلوها بدخلها تاني جوه الهيدروليك بنش. طيب زي ما اتفقنا في تانك داخلي وفي تانك ظاهر بالنسبه لي بره اللي هو هنسميه التانك الخارجي. التانك الخارجي ده ايه لازمته؟ ده اللي بنعمل عليه التجارب يعني؟ مش بنعمل عليه التجارب، ده اللي بنطلع المايه اللي احنا استخدمناها وبنحوشها هنا. بنحوش المايه ليه؟ عشان نجمع شويه ميه ونقسم الحجم اللي احنا جمعناه على الطايم نجيب الايه؟ التصرف بتاع الحاله بتاعتنا، فاحنا محتاجين نجيب التصرف في كل حاجه عشان نستخدمها في التجربه. طيب عندنا عشان نشغل الهيدروليك بنش ده محتاجين نشغل البامب المضخه بتاعته عشان ترفع لي الميه، فبنشغل البامب عن طريق السوكت ده او المفتاح ده اللي هو بتاع اون اوف نشغل بيه البامب. ومحتاجين كمان نفتح الفتحه، الفتحه اللي هي بتحدد الشارج. الحرفيه عندي لما بفتح الفتحه بتنزل لي شويه ميه، لو زودت الفتحه الميه هتزيد فالفلو بتزيد، فاحنا محتاجين نغير الفلو. نغير الفلو ازاي؟ عن طريق المحبس بتاعي او الفتحه بتاعت الهيدروليك بنش. طيب عاوزين دلوقتي نشغل التجربه، فهنعمل ايه؟ هنقول له اون افتح لي البامب بتاعك. البامب دلوقتي شغاله بتضخ هواء، بس احنا عاوزين نفتح كمان الفتحه بتاعت الميه عشان تدخل لي ميه مش هواء. فدلوقتي بتدخل لي ميه، ايه اللي بيحصل؟ عندي شويه ميه بتجمعوا هنا وبتخرجوا من الاورفس. الاورفس بتاعتي دي اللي بدرسها دلوقتي، انا عاوز ادرس الاورفس بتاعتي. طيب مبدئيا كده انا عندي تاني هنا ضيقه شويه، يعني عندي هنا الابراتس بتاعتي دي او الجهاز بتاعي ده اوتوميتد باسلوب اللي هو يخلي لي الهيد بتاعي كونستنت عشان الفلوس اللي طالعه من الفتحه بتاعتك تبقى كونستنت، فانا ادرس حاله واحده بس. طيب ازاي بثبت الهيد بتاعي؟ انا المفروض في ميه عماله تحوش هنا في التانك ده، فلو سبتها تتحوش كده هتفضل تطلع لغايه ما تغرق لي الدنيا فوق. لا ده انا عندي في اوت فلو كمان عشان اللي طالع او اللي خارج فتثبت لي الايه؟ الهيد بتاعي. فانا عندي دلوقتي هيد ثابت، فبالتالي الفلوس اللي طالعه من الفتحه هتبقى ايه؟ انا بدرس ايه في الجهاز ده؟ بدرس حاجتين، الفلو ثرو اورفيس الطلوع بتاع الميه من الفتحه، وبدرس الشكل بتاع البروجيكتايل ده. بدرسهم ليه؟ عشان عاوز اجيب ثلاث حاجات، عاوز اجيب الكوفيشنت شارج والكوفيشنت فلوستي والكوفيشنت اوف كونتاكشن المعاملات بتاعت الجهاز ده. طيب نجيب الكلام ده ازاي؟ تعالوا واحده واحده كده. انا هعمل لكم ورقه هنا بسيطه مش كده عادي. الكوفيشنت بتاعتي لو عاوز اجيب الكوفيشنت شارج اجيب الكوفيشنت شارج ازاي؟ ده اسهل حاجه ممكن اجيبها في الجهاز بتاعي ده. الكوفيشنت بتاع التصرف هو التصرف بتاعي الحقيقي على التصرف الثيوريتيك. الاكشوال ديسشارج اجيب الاكشوال ديسشارج ازاي؟ التصرف الحقيقي ازاي؟ نكسبه. انا عندي تانك، انا عندي تانك اجمع شويه فوليوم على التايم اللي جمعت فيه، فانا خلاص جبت الايه؟ الكيو اكشوال. الكيو اكشوال هي الفوليوم بتاعي اللي انا جمعته على التايم. طيب اعرف ازاي الفوليوم اللي اتجمع هنا؟ احسبه ازاي؟ ممكن اجيب باكيت مثلا حجم معين زي ما اتفقنا. الجهاز بتاعي كله اوتوماتيك، كل حاجه موجوده عندي في الجهاز بتاعي. انا عندي هنا في مانومتر، المانومتر ده السكيل ده هو ده الفوليوم جيج بتاعي، هو ده اللي بيحسب لي الفوليوم اللي جوه التانك. لو بصينا بص هنا هنلاقي هنا عندي في الاول فوليوم بتاني من صفر لغايه 6 بسكيل مختلف عن فوليوم تاني بسكيل من صفر لغايه 40. ليه الكلام ده؟ تعالى كده بص على التانك بتاعي. التانك بتاعي الخارجي هتلاقي انا عندي في تانك زي تانك صغير تحت او كروس سكشن تحت اريا للفوليوم بتاع التانك بتاعي بتختلف عن الكروس سكشن بتاع الفوليوم اللي فوق. يعني شويه المايه اللي تحت دول تمام ليهم كروس سكشن بيستخدموا تدريج، بالتالي الكروس سكشن بتاع الايه التانك اللي فوق، فبالتالي التدريج اللي بتاع تحت انا عندي كروس سكشن بتاعي بضربه في الاتش بتاعتي بتديني الفوليوم. هنا الاريا بتاعتي اختلفت فبضربها في الاتش بتديني فوليوم، فبالتالي التدريج بتاع اللي تحت مختلف عن التدريج بتاع اللي فوق تمام. هل انا مطالب ان انا اجيب الاريا واضربه في الاتش فاحسب الفوليوم؟ بص على التدريج جاهز على طول، التدريج موديل ليه ما تكونش على مستوى واحد؟ بص مبدئيا كده انا لو عندي التانك بتاع الكروس سكشن بتاعه ثابت تمام، فانا كل سنتيمتر بطلعه
بيكافئ فوليوم معين. كل سنتي لتر بطلعه بيكافئ نفس الفوليوم. ليه؟ عشان الكروس سكشن بتاعي زي بتفان اريا في نفس سنتي لتر هيديني نفس الفوليوم. لكن لو عندي تانك بالمصدر ده الاول انا كان عندي كل سنتي متر بطلعه في اللي تحت بيكافئ فوليوم. هل نفس السنتي متر اللي بطلعه هنا هيكافئ نفس الفوليوم في سنتي متر عشان اريا اختلف؟ فبالتالي هنا عندي في تدريج الحته اللي تحت دي مختلف عن التدريج بتاع الايه؟ اللي هو الجزء ده. ده اللي حصل عندي. لو بصينا على التدريج اللي تحت هنلاقي السكيل بتاعي كبير. يعني بين كل متر انا عندي المسافه كبيره. دي المسافه كبيره عشان كروس سكشن صغير. بعد كده طلعت فوق كروس سكشن زاد فتلاقي المسافه عندي بتاعت الايه؟ بتاعت الفوليوم قلت اللي فوق. تلاقي عندي المسافه بين الفوليوم تمام صح كده؟ طيب كويس قوي. طيب انا عاوز احسب دلوقتي ايه؟ الديسشارج. انا محتاج اجيب الفوليوم على الطيب فاعمل ايه؟ هل محتاج افضي تاني كله لغايه ما اوصله لصفر وبعد كده اشوف لغايه ما يطلع؟ احنا عادي نفرق ما بين الفوليوم. انا هجيب فوليوم انيشال ماينس فوليوم او العكس فوليوم فاينل ماينس فوليوم انيشال واحسبه على الطيب عشان اوصل من الفاينل بتاعي او من الانيشال بتاعي لغايه طيب طبعا انا هبتدي مثلا ايه؟ عاوز احسب الديسشارج دلوقتي. هل الديسشارج اتغير؟ لا انا عندي السيستم بتاعي زي الديسشارج دلوقتي هعمله ازاي؟ اقول انا هخلي واحد واقف تحت على الجهاز هيبتدي من اول مثلا ايه من اول ما الفوليوم بتاعي يوصل لخمسه فانا عندي الانيشال خمسه واقول له افضل احسب تايم لغايه ما يوصل لعشره مثلا فانا عندي الفوليوم ابتدى من خمسه لغايه عشره في الفتره دي التايم بتاعي قد ايه؟ كذا هو ده الديسشارج بتاعي من 10 ل 5 لتر كان معاكم في تايم وليكن مثلا 20 ثانيه يبقى انا عندي الديسشارج بتاعي ايه؟ 5 لتر دول اتجمعوا في 20 ثانيه خلاص جبت كده كيو اكشن. محتاج دلوقتي اجيب الكيو سيوليتور. الكيو النظريه هي عباره عن ايه؟ بتعمل بارامتر اللي هي الاريا بتاعت الفتحه مضروبه في الايه؟ مضروبه في الفيلوسيتي. الاريا بتاعت الفتحه هو مديني هنا قال لي الفاي بتاعتي 9 الفاي بتاعك 9 ملم. يعني كل حاجه موجوده هنا لو في اي حاجه محتاجها من القياس هتلاقيها موجوده في الجهاز بتاعك مش لسه بايدك. طيب يبقى انا عندي الفتحه بتاعتي هنا 9 ملم فانا ممكن اجيب الاريا بتاعت الفتحه دلوقتي. خلاص انا عندي الاريا اوف اورفس. امرها سهل. مضروبه في الايه؟ الفيلوسيتي اوف اورفس. ايه الفيلوسيتي اوف اورفس في الحاله دي؟ فلوس تو اورفس بيقول لي روت 2 جي اتش. انا عندي الكلام ده مساوي روت 2 جي اتش. ايه الاتش بتاعتي؟ انا عندي هنا في سكيل بيقول لي المسافه من الفتحه بتاعتي لغايه سطح الميه في الحاله دي 345 او تقريبا 46 ملم. الابعاد عندي هنا بالملم. خلاص عندي الارتفاع بتاع الميه عندي الفتحه بتاعت الميه ده بيقول ايه؟ كيو سيري. وعندي كيو اكشن جبتها من التانك بتاعي فانا ممكن اجيب الاوبتيشن دلوقتي. دي الحقيقه على كيو النظريه. طيب حلو قوي. اللعبه بقى كله في الايه؟ في الكوفيشنت الثانيه. الكوفيشنت اوف فيلوستي والكوفيشنت اوف كونتراكشن. اجيب الكوفيشنت اوف فيلوستي ازاي؟ هستخدم بقى البروجكتايل بتاعي. البروجكتايل احنا عارفين معادلاته، احنا عارفين ان ليه مركبه في اتجاه اكس ومركبه في اتجاه واي. يعني لو بصينا بص كده لشكل البروجكتايل ده البروجكتايل بتاعي لو ده محور اكس وده محور واي فاحنا عندنا نقط على البروجكتايل وفي علاقه ما بين اكس وواي. ايه العلاقه ما بينهم؟ قانون الحركه بتاع نيوتن. هو كان بيقول لي ان المسافه بتاعت البروجكتايل بتساوي في نوت تي بلس هاف اكسلريشن في دي سكوير. وحللناها في السكشن وعرفنا المسافه بتاعت البروجكتايل مره في اتجاه اكس ومره في اتجاه واي فطلع اكس بتساوي ايه؟ ما عنديش في اكسلريشن في اتجاه اكس عشان دايما الفيلوسيتي في اتجاه اكس ثابت فالمسافه في اتجاه اكس بتساوي الفيلوسيتي نوت اللي هي الفيلوسيتي اوف فورسز مضروبه في التايم. واي انا ما عنديش في فيلوسيتي في اتجاه واي عند البدايه ما عنديش في نوت في البدايه في اتجاه واي بس عندي في اكسلريشن اللي هي ايه؟ الجي. فانا هجيب التايم من هنا واحطه في المعادله بتاعت الاكس عشان اجيب علاقه ما بين الاكس والواي ما فيهاش تايم مش هحسب تايم. طيب انا عندي دلوقتي الواي هتلاقي مساوي 0.5 جي اكس سكوير على الفيلوسيتي سكوير الفيلوسيتي اكشوال. الفيلوسيتي اكشوال دي الفيلوسيتي اللي طالعه من الفتحه اللي هي ايه؟ روت 2 جي اتش بس مضروبه في الكوفيشن بتاع التصليح بتاعها عشان عاوز الفيلوسيتي اكشوال. انا بحسب كل حاجه بالحقيقي دلوقتي اكس والواي الحقيقيه. طيب كويس. لو شلت البي سكوير اكس وحطيت مكانها روت 2 جي اتش كوفيشن فيلوسيتي ربعتهم هتلاقي الكلام ده بيساوي كوفيشن فيلوسيتي سكوير روت 2 جي اتش. طيب لو عايز اجيب الكوفيشن ده بتاع الفيلوسيتي هعمل ايه؟ هقول لازم يبقى عندي في نقطه على البروجكتايل نقطه اكس وما يكافئها من الواي بتاعها. انا عندي لازم نقطه على البروجكتايل اكس وواي تحقق المعادله بتاعت البروجكتايل بتاعي واعوض في الايكويشن دي بالاتش بتاعت الحاله بتاعتي عشان اجيب الكوفيشن كويس؟ طيب خلينا نعمل التجربه دي مره واحده يعني اخد نقطه واحده بس واجيب الكوفيشن واحده وخلاص. احنا هنعمل حوالي اربع او خمس نقط عندنا حوالي ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمسه بنس خمس نقط موجوده عندي على الايه؟ على البروجكتايل بتاعي. انت حاجه بقى كده انت هتحددها عندك دلوقتي. طيب خلاص جبنا الاكس والواي يبقى احنا ممكن نجيب الكوفيشن والفيلوسيتي اربع او خمس مرات.
هنكتفي بس بالقطيع اللي احنا جبناها اتش واي ونجيب البروفيشنال فيلوسفي؟ قال لك لا، تعملي تشيك مره خمسه. تعملي تشيك مره خمسه ازاي؟ هنعمل جراف، هنرسم جراف ما بين الاكس سكوير والواي. ما بين الاكس سكوير، شايفين المعادله دي؟ انا عندي دلوقتي علاقه ما بين الواي والاكس سكوير. لو رسمت جراف ما بين الاكس سكوير والواي في الحاله دي، مش برابل بقى. عندي فيه ما بين اكس سكوير على المحور الافقي والواي على المحور الراسي. فانا اعتبرت ان الاكس سكوير دي النون اسمه اكس مثلا كابيتال او اسمه ال، فانا عاوز ارسم دلوقتي ما بين واي وال. فانا عندي العلاقه ما بينهم هتبقى ايه؟ علاقه لينير، ما عنديش في اي انترسيت. السلوب بتاعي هو الايه؟ السلوب بتاعي في الحاله دي هتبقى 0.5 جي على الكوفيشنت اوف فيلوسيتي سكوير روت 2 جي اتش. يبقى انا عندي السلوب بتاع المعادله دي بيساوي 0.5 جي مقسوم على كوفيشنت اوف فيلوسيتي سكوير روت 2 جي اتش. ترسم العلاقه بين اكس سكوير والواي، وانت عندك حوالي 5 نقط اكس وواي، جبت العلاقه وجبت ما بينهم السلوب. السلوب ده بيساوي ايه؟ بيساوي الكلام ده 0.5 كونستنت الجي كونستنت ال2 جي اتش عندك عارفهم. الحاجه الوحيده اللي انون هي الكوفيشنت اوف فيلوسيتي. عندك السلوب وعندك كل الكلام ده لايك بس الكوفيشنت اوف فيلوسيتي هتحسبه لي مره خمسه. تمام، غير الاربع نقط بتاعتك هتحسبهم كمان ايه؟ يعني كيرف يترسم بخمس نقط بالظبط. انت هتاخدهم عندك. ناخد بقى ازاي النقط دي على البروجكتايل. تعال نشوف، تعال نفكر فكره. انا دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز اخد نقط على البروجكتايل بتاعي. انا عندي اول حاجه صفر وصفر، وبعد كده عاوز اخد نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، عشان اخد نقط على البروجكتايل بتاعي. لازم افكر فكره كده، ممكن اخد ازاي نقط على البروجكتايل؟ هيبقى صعب ليا امشي من ايديا واشوف انا نزلت من هنا لهنا قد ايه، فانا اجيب الواي بتاعتي هنا لهنا. الواي هيبقى صعب ان هو شغال بمسطره. بس ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشتغل في البنت دي هتسهلني ايه؟ اول حاجه انا محتاج اجيب المحور بتاع اكس بتاعي. المحور بتاع اكس ده اللي هو فين؟ بيمر في ايه؟ بيمر في القطر بتاعتي، تمام؟ اللي هو البدايه بتاعت الكوشن تايم. طب ازاي اجيب محور اكس بتاعي؟ هنزل البنات دي كلها بحيث ان التوب بتاعها او خلينا نتكلم عن البوتوم بتاع الفيرتكس بتاعي يلمس الايه؟ يلمس السطح، مش الكوشن تايم، يلمس السطح بتاع اللي مر في الاوربس، السطح الافقي اللي مر في الاوربس. انا عاوز اجيب دلوقتي محور اكس، تمام؟ فانا عاوز انزل كل البنز بحيث ان هي تلمس محور اكس بتاعي. هعمل الكلام ده ازاي؟ انا واقف حد هنا كده وبعينيه يفضل يقول لي نزل شويه بن او طلعها، بحيث ان هو البوتوم بتاع البن يبقى بالظبط عند السنتر بتاع البوتس. خلاص حددت، خلاص البن كلها حاططها على المحور بتاعي. طيب انا دلوقتي عاوز احسب الاكس والواي، بس هقسمها على كام عشان الموضوع يبقى دقيق، وبعد كده اخد الجراف بتاعي واشوف القيم بتاعتي مظبوطه بدقه عاليه. الكلام ده هعمله عن طريق ورقه جراف. هحط ورقه الجراف هنا وهحط على ورقه الجراف بتاعتي محور اكس، وهشوف الارتفاعات عند كل نقطه. انا خلاص حددت محور اكس بتاعي، عاوز اشوف الارتفاع بتاع النقطه دي والارتفاع بتاع النقطه دي عند كل بند. هجيب الارتفاعات ازاي؟ انا عندي المحور بتاعي وخلاص عارف البنات، عارف الداتا بتاع كل بند، اشوف هو هينزل قد ايه من المحور اللي انا عملته. الكلام ده ازاي؟ زي ما اتفقنا هنثبت واحد هنا يقول لي البنات تظبطتها ازاي. فتخيل مثلا كده، انا خلاص اول بند ظبطته عند الفتحه، ثاني بند ده ظبطته عند الفتحه، ثالث واحد نفس الكلام. خلاص دي التظبيطات كده بتاعت البند بتاعتي. خلاص البند كلها ظبطت عند الفتحه. عاوز احدد محور اكس. فين محور اكس بتاعي؟ انا ممكن احط محور اكس في اي خط موجود عندي على ورقه الجراف، وانسب بالنسبه له النزول اللي هنزله. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول الخط ده والخط ده والخط ده، كل الخط ده خط افقي، وده محور اكس بتاعي. خلاص انا عندي محور اكس هنا. احسب بقى الواي بتاعت النقطه دي ازاي؟ اروح منزل البن بتاعتي لغايه ما تلمس السطح بتاع البروجكتايل، والنزول اللي انا نزلته من الديتم بتاعي لغايه الشرطه اللي انا عملتها على البن بدل ايه؟ بدل واي بتاعت النقطه الثانيه. نفس الكلام، انزل البن بتاعي لغايه السطح بتاع البروجكتايل، يبقى ده ثاني واي بتاع البن اللي بعديه. تمام. طيب المسافات ما بين البنز قد ايه؟ لو بصينا هنا على ورقه الجراف هنلاقي المسافات 5 سم، كل بن وبن 5 سم. يعني البن دي 5 سم، دي 10، دي 15، دي 20، ودي 25. دي انا قلت دي 5 ما قلتش 0، مع ان دي اول بن. بعيده عن الاورفيس بقى ايه؟ الاورفيس بتاعي 0 و0، واول بن دي 5، والواي هحسبها في الايه؟ في النزول بتاع الخط بتاعي اللي انا عامله على البن بالنسبه للديتا اللي انا حددته على الورقه بتاعتي. هظبط الهوريزونتال لاين بتاعي او الاكس بتاعي عن طريق ان انا اشوف البنات احطها على نفس المستوى الافقي بتاع السنتر لاين بتاع الاورفيس. واحد يقف هنا بالبنديكولر على الاورفيس بتاعي ويشوف البن لغايه ما تنزل من السنتر لاين بتاع الاورفيس. ده اول واحد كده في الفيديو. فكلهم احنا لو طلعنا، تعالى نطلع كده البن بتاعتي. هو انت لو كنت تظبطوا الكلام ده مش هتظبطوا، الناس هتشتغل الكلام ده بايه؟
لو بصينا بص كده لو اول واحد مظبوط كان هو ده الخط بتاعي اللي انا قررت ان هو ده يبقى الاكس بتاعي. يعني انا قررت خلاص انا حطيت ده على السنتر لاين وقررت ان الاكس بتاعي يبقى هو الخط ده. المفروض كل البنات تاخد نفس الخط ده. فانا اعمل ايه؟ احطهم كلهم على حاجه افقيه كده وشد خط على نفس الايه؟ على نفس الخط اللي انا عملته في البنايه الاولانيه. بعد كده خلاص محور اكس بتاعي ارجعهم تاني واحطهم واحدد محور اكس عندي على الجراف هنا. يبقى ده خلاص محور اكس وليكن مثلا ايه؟ تاني خط افقي عندي في الجراف بتاعي يبقى ده محور اكس بتاعي. اي نزول بقى هنزله عن محور اكس بتاعي يبقى ده الواي بتاع النقطه بتاعتي. طيب كويس. يبقى انا هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها في ناس مسؤوله عن الشارج الاكشوال. عشان احسب الشارج الاكشوال واقسمه على الشارج الثيوريتيكال اجيب الكوفيشن والشارج. في ناس مسؤوله عن موضوع البروجكتايل ده الاكس والواي عشان منها اقدر احسب الكوفيشن والبلوكس. هنحسب حاجه النهارده؟ لا مش هنحسب حاجه النهارده، هناخد بس قرايات في البيت ان شاء الله. احنا هنعمل المانيوال والليبر ده بايدينا. مجرد بس قرايات المره دي اللي هنعمله ان احنا هناخد قيم للشارج وقيم للاتش وقيم للاكس والواي على البروجكتايل ونحسب الكوفيشن والبلوكس والشارج في البيت. هو عاوزين السي سي نحسبه مره واحده؟ ايه الشارج دلوقتي كيو اكشوال اقول لك احنا دلوقتي حسبنا خلاص الكوفيشنت اوف فيلوسيتي اربع مرات اكدنا مره خمسه حسبنا الكوفيشنت اوف الشارج مره واحده فاضل لنا دلوقتي الكوفيشنت اوف كونتراكشن. هنعمل ايه؟ هنحسبها ازاي؟ السي دي المتوسط بتاع كل اللي احنا حسبناه ده اجيبنا السي دي مره واحده والسي دي اربع او خمس مرات نجيب المتوسط بتاعهم ونقسم السي دي على السي دي هنجيب الايه؟ الكوفيشنت اوف كونتراكشن. كويس؟ طيب زي ما اتفقنا انا عندي دلوقتي الايه الليفل بتاع الميه عمال يعلى لغايه ما يوصل التوب بتاع التانك. انا عاوز افضيه، انا عاوز ابتدي من الليفل. عندي دلوقتي في سنك وفي ايه؟ في بلاك، بلاك اللي هي السداده وسنك اللي هي البتاعه. انا عندي ممكن اشيل الكلام ده فيفضي الميه من التانك الخارجي ويدخله جوه التانك الداخلي بتاعي. تمام؟ ممكن ايه انا دلوقتي واحد عاوز احسب عند فوليوم انيشال معين. اخلي واحد هنا واقف اقول له شيل لي الميه لغايه ما توصل لفوليوم انيشال مثلا ايه؟ 10. انا عاوز ابتدي من 10. هشيل لي السلك بتاعك لغايه ما اوصل ل 10، واول ما تيجي 10 شغل لي ستوب ووش لغايه ما توصل ل 15. خلاص هشغل من 10 ل 15. توب التايم قد ايه؟ تمام. جبنا تيو، جبنا تيو سيليتيكال على طريق اتش، وبعد كده نجيب النقط بتاعتي، هقدر ايه احسب دلوقتي الايه؟ اقدر احسب الكونفشن بالفلوسي واحسب الكونفشن بالشارج. الهيد بتثبت ازاي؟ هو الليله دي بتثبت لوحدها الهيد فيه، اللي هو الايه؟ الجهاز اللي فوق ده. انا عندي دلوقتي المايه طالعه من الخرطوم ده، طالعه في التانك بتاعي ده. المنطقه اللي ما تقدر تطلع لغايه ما تطلع فوق وتقع من التانك بتاعي. بس بيحصل دلوقتي ان الفلو اللي طالع هو الفلو اللي نازل من الايه؟ من السيبت اللي بيحصل هنا. هنا في تسريب بالميه، في فرن بيطلع لي الميه يدخله لي جوه في التانك الداخلي تاني. تمام؟ لا مش طبعا بالفتح. كل لما ازود الفتحه انا عندي الهيد بتاعي يعني ليه الهيد بتاعي بيعلى؟ لان الفلوس دي بيعلى عندي. ايه؟ بس كده كده تثبت ليه؟ لان التسريب هنا بيظبط نفسه عشان يبقى زي الدخول. يعني الدخول لازم يبقى زي التسريب اللي بيحصل هنا عشان الايد بتاعي يبقى كويس. يعني لو قررنا هنا دلوقتي زودنا الفتحه شويه هيحصل ايه؟ منطقي بدل الشارج زاد البروف هتزيد، البروف اللي بتاع الفروع هنا هتزيد. لما البروف هتزيد قوه الاي جي اتش هتزيد، يعني الاتش بتاعك هتزيد. ماشي. بس هو الجهاز ده بيظبط نفسه بحيث ان الفيو اللي داخله وهي الفيو اللي خارجه فثبت الهيد بتاعي ما يبقاش في اي تراكمات هنا. دي مسألة تايم امتنج قريب قوي من تايم امتنج. انا تايم امتنج لو ما عنديش اي خروج هنا ايه اللي هيحصل؟ انا عمال ازود ميه فالميه عماله تعلى دلوقتي الفضه بتعلى. بس انا دلوقتي عاوز اخلي السطح بتاعي ثابت، يعني عاوز اخلي اللي بيعلى هنا يقل الناحيه الثانيه. يعني اللي طالع هو اللي خارج، السطح بتاعي يثبت ولا يبقى فيه زياده في الميه ولا يبقى فيه نقصان فيها. ده معناه ايه؟ مفيش اي تراكمات بتحصل عندي في الميه اللي جوه. ده بيحصل ازاي؟ عن طريق السيبج اللي بيحصل. طيب باشمهندس احمد قال لي هل احنا هنعمل التجربه دي مره واحده؟ هنعمل بس فتحه واحده. احنا عاوزين نرسم علاقه دلوقتي ما بين الاكس والواي. فالاكس والواي دي ممكن نعملها عن طريق فتحه واحده بس في الشارج. فتحه واحده في الشارج تعمل البروجكتايل فيها كذا اكس وكذا واي. تمام. بس عاوزين كمان نرسم علاقه ما بين الكيو والكوفيشنز. يعني ايه كيو كوفيشن؟ عاوز ارسم علاقه ما بين الكيو التصرف اللي موجود عندي في السيستم والسي دي. عاوزين نشوف العلاقه ثابته ولا متغيره. هنعمل الكلام ده ازاي؟ محتاجين نغير التصرفات وعن طريق كل تصرف نشوف اللي بيقابله من الكونفيشنز. نجيب العلاقه ما بين الكونفيشنز والانتشار. محتاجين نعمل ايه؟ التجربه دي هنكررها حوالي مرتين او ثلاثه. يعني نفس برضه الكونفيشنز كل مره بالظبط. هنعمل التجربه دي حوالي ثلاث مرات عشان الناس كلها تشتغل. ممكن نقسم نفسنا ثلاث جروبات. جروب يبقى واقف تحت على الفوليوم بيج يحسب الفيديوهات، وجروب يبقى واقف على الاتش، وجروب ثاني يبقى واقف على الاكسات وتبدله. نخلص الاكسات والوايات يدخل على الاتش ومش عارف الاتش شغال تحت على الفوليوم فايه نعمل فايل. يبقى في ثلاث مهام دلوقتي، ثلاث تاسكس. التاسك بتاعت الفوليوم اكشوال ونقسمه على تايم ديليت في الشارج،
التاسك بتاعه الفيروس اللي طالعه من الاوزس والتاسك بتاعه الكلام بتاعي او الفيش بتاعي. تمام، انا هسيب الكلام ثلاث مرات ونعمل سايكل بتاعتنا. المطلوب مننا ان احنا نعمل التجربه ثلاث مرات بثلاث جداول زي اللي انت عندك في المانيوال بتاعك. لو بصيت في المانيوال انت عندك في الاخر في جدول بالمنظر ده كده. جدول بيقول لك انت عاوز تاخد حوالي 5 بوينت، عندنا هنا خمس بنات ب 5 بوينتس. تمام، 5 بوينتس هتاخد الاكس والواي بتاعتهم. كل اكس وواي انت عندك مفروض في الحاله بتاعتك انت عندك في اتش ارتفاع للميه، الارتفاع ده ثابت في الحاله الواحده، وعندك في انيشال فوليوم وفاينل فوليوم، ده اللي انت هتاخده عن طريق الايه؟ عن طريق الجيتش بتاع الفوليوم جيتش بتاعك. خلصت الحاله دي خلاص، هغير الفتحه بتاعت الاتش بتاعت الكيوب، هتغير لك الاتش بتاعك، هتغير لك البروجكتايل، وهتعمل جدول زي ده مره كمان. تمام، هنعمل الجدول ده في مره. تمام؟ تمام، قدامنا نص ساعه، 9 ونص. نحاول نخلص الليله. يلا انا واقف معاك، لو في اي مشاكل هنساعد بعض.